وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الأستاذة هند الضاوي الكاتبة الصحفية. الرئيس السيسي أستاذة هند أكد تطلع مصر لدفع العلاقات قدما مع الجزائر بأطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة. كيف تقرأين أهمية العلاقات المصرية الجزائرية في هذا التوقيت؟ اولا الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ ان جاء يعني للحكم في مصر ويهتم جدا بشمال افريقيا، يهتم بافريقيا بشكل عام في السياسات الخارجيه المصريه وايضا شمال افريقيا. طبعا هناك كثير من المعطيات على الارض قربت العلاقات وادت الى تطابق المواقف ما بين مصر والجزائر، وعلى راس هذه المعطيات المتغيرات التي تحدث في ليبيا واستهداف امن ليبيا ودول جوار ليبيا، وبالتالي كان هناك تنسيق كامل وامني وسياسي وحتى في المواقف الدوليه ما بين مصر والجزائر. على اي حال هذا التوصيف للعلاقات يليق بتاريخ البلدين مع بعضهما البعض. كل الانجازات التي حققتها العروبه في اوقات سابقه كانت مصر والجزائر معا، وبالتالي حينما نرى هذا التوافق ما بين قياده البلدين سواء كان على المستوى السياسي او الامني او حتى الاقتصادي، هذا يعني ان القادم سيكون شمال افريقيا بامتياز، وسيكون هناك ثمار لهذه العلاقات واولها ليبيا باذن الله من خلال دعم العمليه السياسيه واجراء انتخابات تفرز دولة وطنية ليبية مع إخراج المرتزقة التي تحاول أن تنال من الأمن المصري والأمن الجزائري. ما مدى تطابق الرؤى السياسية والمواقف ما بين القاهرة والجزائر في الملفات الإقليمية، ولعل يعني أبرز هذه الملفات الملف الليبي والملفات الأخرى الموجودة بالمنطقة؟ طبعا هناك تطابق كبير في المواقف سواء كان فيما يتعلق بالأمن العربي بشكل عام أو الأمن الإفريقي أيضا، وبالتالي التحركات المصرية الجزائرية في المرحلة الأخيرة سواء كان داخل الاتحاد الإفريقي أو حتى الجامعة العربية أو يعني رابطة المجمع الدول الإسلامية، كل هذه الأمور أشعر بأن هناك توافق وتفاهمات، وبالتالي هذا ما يعطي قوة دائما للقرار العربي. مؤخرا شاهدنا ذلك في القمة الاتحاد الإفريقي السابقة، نجد أن الدولة المصرية ومعها الجزائر يحضرون بشكل مكثف للقمة العربية القادمة، صحيح، لأنهم يريدون أن تكون فعالة في حل الأزمات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط من خلال تهدئة الصراعات، استعادة الدول الوطنية، دعم الوضع الاقتصادي بعد توابعه من جائحة كورونا وغيرها. ولذلك أعتقد أن التوافق وصل إلى ذروته على كافة المناحي والملفات، وهذا بالمناسبة يعني يعطي قوة وثقل كبير للقرار العربي واستقلاليته عن الصراعات الدولية ما بين القوى الكبرى. الكاتبة الصحفية الأستاذة هند الضاوي، شكرا جزيلا لك.